ما بالك بفرحة مدير مدرسته. بالضبط. خلينا احنا معنا يعني عبر الهاتف. بالضبط، حتى مدير المدرسة هذا عمل حركة حلوة، يعني حتى لما طلعت طالبته هو طلع صور معها وتسلم الدرع. والله بصراحة كان هو فرحان أكثر منها. طبعا أكيد هذا إنجاز يحسب لمدرسته، يعني إنه أنا عندي بالضبط. كادر متميز، نعم وهذا الشيء بيشرفنا نعم إنه تكون والله كوادر صحيح. المدارس متميزة. معنا عبر الهاتف الأستاذ محمود جبر من مدارس الأمام، يعطيك العافية سيدي. حياك الله يا ست ختام، كل عام وانت بخير اولا، والله يسعد صباحك وصباح الدكتور عبد الله. وانت بألف خير، الله يعطيك الصحة والعافية. معنا الدكتور يوسف القدام، جامعة عمان العربية وعضو دكتور هيئة. يوسف عفوا. نعم. آسف 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 نعم. معروف. أول إشي مبارك للطالب اللي حصل على المركز الأول في الكيمياء. طالبة جود، الله يحفظها ويخليها. طالبة جود. نعم. يعني أنت مدير مدرستها، هل كنت تتوقع منها هذا الإنجاز ولا فاجأتكم؟ والله أنا يعني بدي أرجع للسؤال اللي سألتيه للدكتور يوسف. نعم. إنه يعني كانت عارفة إنها متميزة هاي الطالبة ولا مش عارفة إنها متميزة؟ نعم. وهون يعني بجوز هي مش عارفة إنها أخذت الجائزة أو راح تحصل على المركز الأول. نعم. بس إنه الطالبة تعرف إنها متميزة أو مش متميزة، نعم الطالبة تعرف إنها متميزة. نعم أكيد هي وهنا بتعرف. برضو بدي أرجع خطوة لورا برضو كمان مرة وأقول كيف بتعرف. هذا يرجع إلى المدرسة، المدرسة اليوم الغير تقليدية، المدرسة الجاهزة، المدرسة اللي لا تعتمد فقط على إنه يعني درجات الطلاب العلمية وشهاداتهم هي اللي بتقيم مستواهم وبترجع لهم، وهذا دكتور يوسف بيقدر يحكي عنه كثير. نعم. هذا الموضوع لأنه يتعلق بموهبة الطالب وقدراته. نعم أستاذ محمود، أكيد تفضل. الطالبة بتعرف أنها متميزة، ولكن أنها تحصل على المركز الأول من بين 4000 طالب، هل كانت تدرك أنها الأفضل؟ لا طبعا، هذا يعني أكيد ما حدا بيقدر يدركه وما حدا بيقدر يعرفه، هذا يعني كان في عنصر المفاجأة موجود. نعم. بس احنا نتكلم عن ثقتنا في قدرات طلابنا بناء على طريقة علمية في المدرسة وليست. نعم. بالطريقة التقليدية اللي بتعتمد على الدرجات. نعم. يعني هاي طالبة جود في المدرسة معمول لها اختبارات ذكاء، وهنا نتحدث عن القدرات اللي عند المدارس وضرورة مراعاة قدرات الطلبة من خلال توفير الإمكانيات اللازمة في المدارس. نعم. يعني الطريقة التقليدية في التعليم اللي موجودة في أغلب مدارسنا يفترض أن تنتهي. طبعا. المدرسة الراعي للمواهب اليوم ليست مجرد تنظير برعاية ولا الموهبة. ولا تلقين أكيد. أحسنتي. نعم. يعني المدرسة، إحنا عندما نتحدث عن مدرسة راعي للموهبة نتحدث عن مدرسة يراعى فيها الخصائص النمائية للطالب في المرحلة الأساسية. نعم. عندما نتحدث عن مدرسة راعي للموهبة نتحدث عن مدرسة تدرس وفق الذكاءات المتعددة والطريقة العلمية. عندما نتحدث عن المدرسة الراعية للموهبة نتحدث عن مدرسة تراعي أنواع التفكير عند الطلبة، تعلم بذلك وكادرها يعلم بذلك ويعلم وفقا لذلك. طبعا. عندما نتحدث عن مدرسة راعية للموهبة نتحدث عن مدرسة تدرك السمات الشخصية والذهنية للطالب وترفع مستوى دافعيته واستعداده. هاي الطالبة مثلا اللي أخذت الجائزة الأولى طالبتنا جود اللي بنعتز وبنفتخر فيها. نعم. معمول لها اختبارات للتفكير الإبداعي، ليس كل ما قلت فقط. ما شاء الله. يعني هي لديها قدرات إبداعية مكشوفة عندنا في المدرسة بطريقة علمية وسليمة. نعم. وهذا عندنا متخصصين في المدرسة. أستاذ محمود يعني يحسب لمدرسة الأمم ويحسب للكادر التعليمي ويحسب أيضا لكل معلم يحاول أن يكون قدوة ونموذج لطالبه حتى يتفرد بأن يكون معلم متميز لطالب متميز. شكرا لك ست ختام، يعني الكلام سليم اللي بتحكيه 100%، والفكرة انه يعني هذا الكادر المتميز بحاجة لتدريب، بحاجة لرفع مستوى، بحاجة للتدريب بده يكون من خلال متخصصين. احنا عندنا في المدرسة متخصصين، عندنا الدكتور معاوية بني حمدان متخصص في علم الموهبة وهو الذي يدير هذا الموضوع، وهو جزء او عضو في جمعية الموهبة اللي الدكتور يوسف موجود فيها، صديقنا وعزيزنا يعني عضو فيها. نعم. فاحنا يعني الموضوع ليس فقط مجرد تنظير لرعاية الموهبة والابداع في المدارس، لا، احنا ندير ذلك بطريقة علمية وسليمة ونعنى به ونشرف عليه. نعم. وهي دعوة لوزارة التربية والتعليم ولكل المسؤولين انه هذا لابد من ان يتلقى الدعم المناسب في المؤسسات التربويه والتعليميه من اجل ان يمضي قدما. نحن احوج ما نكون اليوم
لمدارس راعية للموهبة بحق وحقيقة. نعم. وليس فقط مجرد تنظير لذلك. وهذه رسالة سيد البلاد وجلالة الملك رانيا العبد الله. نعم. يعني بدنا جيل متميز، بدنا جيل مبدع، بدنا جيل استثنائي غير الجيل اللي احنا متعودين عليه بس حافظ. طبعا طبعا قدوتنا وسيدنا جلالة الملك والأسرة الهاشمية، جلالة الملك رانيا وولي عهد المعظم. نعم. يعني كلهم علمونا أن نمضي قدما في هذا المجال، وهم قدوتنا والحافز والمعززين الأساسيين بهاي التجربة، هم سندنا اللي بنحكي فيه دائما وبننظر له. شكرا أستاذ محمود جبر، الله يعطيك الصحة والعافية، فخورين فيك جدا، فخورين بالكادر التعليمي، بنوجه له تحية من يعني رأس الهرم ورأس المنظومة في مدرسة الأمم وحتى أصغر عامل في هذه المدرسة، شكرا جزيلا لك. وأنا بدي أشكر إذاعة جيش اف ام على هاي اللفتة الكريمة اللي بتنم عن اهتمامهم في هذا الموضوع اللي احنا بالنسبة لنا بنعتبره على صلب اهتماماتنا. اهلا وسهلا فيك يا سيدي، شكرا فيكم. شكرا اليك وتحياتي للدكتور يوسف ضيفك الكريم. شكرا أهلاً يا سيدي. شكرا.